وجه رسالة، لأنه بكل صراحة بمجرد أن أعلنت صافرة الحكم نهاية مباراة العراق والهند واشتغلت الصفحات، إيش قال اللاعب المغترب وإيش حكى اللاعب المحلي، وهذا اللاعب بعدوه وذاك اللاعب جيبوه، وهذا الجيش مؤيد للمحليين وذاك الجيش مؤيد للمغتربين، وأشعر كأنما إحنا أمام منتخبين، مو العراق واحد، منتخبين، هذا عنده جمهور وهذا عنده جمهور، يكون يلعبون بيناتهم وهي بطولة ودية. ملك تايلاند، حتى ملك تايلاند صفن، تعال هذا جاي يسوون منتخبين مشاركين، لو منتخب العراق جاي يلعب، ناس تطعن بهذا اللاعب وآخرين يدعمون لاعبين آخرين، ولا كأنما هو منتخب العراق وشعار العراق هو اللي يلعب في هذه البطولة اللي طيناها أكبر من حجمها، هي مجرد بطولة ودية في أيام الفيفا داي نستقر، لأن عندنا بطولة آسيا يا أخوان. قيء ومنشورات مستفزة وتسقيط باللاعبين بعد اللاعبين عركهم ما جاف من المباراة، والصفحات اشتغلت ما بين المأجورين وما بين اللي يحجون بعاطفتهم ومحترق قلبهم على منتخبهم. أخوان كلهم لاعبين منتخب وطني، كلهم عراقيين، ودورنا المفروض ندعم ونأيد ونآزر ونشد من إيديهم حتى النوب يجي صحح، ولا ما من المعقول لاعب منتخب وطني بعد ما واصل ما طالع أرضية الملعب واشتغلت السيوف لعب بكأس آسيا، ايش راح نسوي؟ راح تصير حرب أهلية ثانية. هسه بعيدا عن بقية المفاصل بالعراق، بالدين قسمتونا، بالمجتمع قسمتونا، بالسياسة قسمتونا، هسه وصلنا للرياضة، هم صارت يا لاعب محلي ويا لاعب مغترب. الله أكبر عليكم. انت قلت اللي يجب أن يقوله كل شخص، قلت اللي بقلوبنا احنا، من اللي بداها؟